طيب، في مجموعة من الأخبار النهاردة، النادي الأهلي أعلنها بشكل رسمي، وكمان نادي البنك الأهلي أعلن بشكل رسمي كمان انضمام أيمن أشرف ليه لمدة موسمين. نتمنى التوفيق يا رب لأيمن أشرف، لأن اللعيبة الرجالة أحد أبناء النادي الأهلي. كل التوفيق لأيمن أشرف بعد انتقاله لنادي البنك الأهلي، خاصة بعد ما أعلن النهاردة البنك الأهلي خلاص تعاقده مع أيمن أشرف لمدة موسمين. ولما يجي لآخر أخبار الترند هستعرض الرسالة والكلمة المهمة اللي كتبها أيمن أشرف لكل جماهير النادي الأهلي. حاجة تانية كمان، الأهلي النهاردة أعلن إنه أنهى التعاقد مع اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني بالتراضي. أنهى النادي الأهلي علاقته مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المالية المترتبة على المدة المتبقية من تعاقده لمدة موسمين. ووجه النادي الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد للمساهمة مع زملائه في الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري. إذن صفقة كانت مهمة جدا في الفترة الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي زي لويس ميكيسوني. النادي الأهلي النهاردة الحمد لله يعني قدر يعني يصرف النظر أو يرحل لويس ميكيسوني بالتراضي عشان يكون في مساحة تقدر لما ما يكونش عندك أجانب كتير، عشان لو عايز تجيب صفقة أو اتنين الفترة اللي جاية. وكمان لازم تشوف حل في موضوع اللاعبين المعارين خارجيا، لأن الفيفا من الموسم اللي جاي مش هيسمح لأي نادي عنده 7 لعيب أو أكثر محترفين في الخارج. فكان لازم النادي الأهلي يوفق أوضاعه في هذه الجزئية. طيب، أيمن أشرف، أنا كنت لسه بتكلم على موضوع خلاص انتقاله لنادي البنك الأهلي. صفحة الرسمية للنادي الأهلي اهي كتبت حاليا: شكرا أيمن أشرف على المسيرة الرائعة والذكريات السعيدة، الشكر لا يكفي ومكانك في القلب، أيمن أشرف ابن النادي الأهلي. ده كان كلام مهم جدا، وزي ما قلت لكم النادي الأهلي بيخطط بشكل كويس للمرحلة اللي جاية. مين هينضم، مين هيرحل، موضوع اللاعبين الأجانب، كل الأمور دي لازم تمشي في إطار لائحي، لأنك عندك لوائح الفيفا بيعمل لها تحديث وأبديت خلال الفترة اللي جاية. فكان مهم جدا اتخاذ قرار في لويس ميكيسوني، والحمد لله انتهى الأمر بالتراضي زي ما حصل أيضا كمان مع اللاعب البوليفي أو اللاعب البرازيلي برونو سافيو اللي انتقل إلى الدوري البوليفي وعاد من جديد إلى فريق بوليفار. لسه كمان والتر بوليا خلال الأيام القادمة إن شاء الله هيكون في قرار متعلق بوليا. وكمان لو في بقى صفقات من المستوى اللاعبين الأجانب هيكون في يعني ترتيبات مهمة عشان عرض الأجانب اللي عندك. في عندك 5 أجانب موجودين في الفريق الأول، وعندك لاعب أجنبي تحت السن زي محمد كريستو. فكل التفاصيل دي لجنة التخطيط بتشتغل عليها بشكل كويس. وأنا بتكلم معاكم دلوقتي قبل ما أطلع لفاصل، شوفوا التفاصيل دي كلها في اجتماعات مستمرة وعلى مدار الساعة للجنة التخطيط مع قطاع الكورة، وحتى اجتماع اللجنة حاليا دلوقتي في مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد بخصوص كل هذه التفاصيل خلال المرحلة اللي جاية. فرسالة الجمهور الأهلي قبل ما أطلع فاصل: لا حد يشتتكم ولا حد يشكككم كمان في أي تفاصيل النادي الأهلي بيفكر فيها خلال الفترة اللي جاية.